سلام يا رجاله. سلام يا عرب. الف سلامه يا ابني. على ما تتكلم، ادينا بينا لوحدنا. الحقيقه انا عايز ابيع البيت. تبيع البيت؟ انهي بيت اللي انت عايز تبيعه؟ بيتنا هم. البيت اللي احنا عايشين فيه، هو احنا عندنا 100 بيت؟ بيت ابوك؟ عايز تبيع بيت ابوك عليه؟ ابوك الله يرحمه. مش هينفع نوديله لحد التربه. هي دي سنه الحياه. البيت دلوقتي بقى بتاعنا. انا وانت. وطبعا امك ليها نصيبها. بس البيت مش هيتباع علي، مش عشان انا بس، عشان امك اللي انت عارف انها متعلقه بكل شيء اللي فيه. انا هبيع البيت يعني هبيع البيت. انا جوازتي واقفه على مقدم الشقه اللي في الكومباوند. يا سيدي هات على وسطك وتعالوا اقعدوا هنا، وانا اخد امك ونروح ناجر في اي مكان بره. في اكتر من كده؟ عايز مننا ايه تاني؟ هدينا هنيجي على نفسنا عشانك. انت عايزني اجيب عروستي وعايشها هنا في المكان المعفن ده؟ عايزني اعيشها وسط واغش المغربلين واقرفهم؟ واغش المغربلين دول انت واحد منهم يا علي. ما تنساش نفسك واصلك. وشيل الموضوع ده من دماغك. مفيش بيت هيتباع. للاسف يا عرب. مش هتعرف تمنعني. انت ايه يا ابني؟ انت ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ ده الواد اللي ما يوعاش على ابوه مش عاوز يبيع البيت. وانت اللي عشت في حضن ابوك 4 سنين، عايز تبيعه؟ عايز تبيع البيت اللي ابوك بناها على كتافه طوبه طوبه؟ والله اما بقى الحياه بقى من الميت. طب انا هديك نصيحه اخر اخوه. رأي يعني ورمي في البحر. البيت دي مش من طوبك. ولا هي تنفعك ولا انت تنفعها. الناس اللي ما تقدرش امك ويشيلوها على راسهم ويعيروا بيها ما يلزموناش. لان جزمه امك برقبه اجدع مليونير فيهم. ما يلزموناش ايه؟ انت بتتكلم عن لساني ليه؟ ما تتكلم عن نفسك. وبعدين يا سيدي لما انت رحت واخترت غلط وطلعت شمال، حد قال لك حد؟ علي الكلام ده ملوش لازمه. اخوك فيه اللي مكفيه. وبعدين خلاص هو قفل الموضوع ده خالص. خليها تشبع بعبد ربه، ما هو شبهها وهي شبهه. والباشا لما عبد ربه كان هيتحبس في اللي عمله فيه، راح واتنزل عن حقه ليه؟ انت ما تعرفش انا عملت كده ليه؟ لا عارف. عايز تاخد حقك منه بالبلطجه، عايز تردها له. طبعا ما انت تربيته. انما انا بقى كنت هجيب لك حقك بالقانون، وكنت هجيب لك تعويض كبير. تعويض؟ عايز نقبل عوضي عليه؟ وفي ايه؟ في صحتي؟ لا هو مش ده عبد ربه اللي فلوسه مشبوهه؟ وده الراجل اللي انت ما حطيتش ايدك في ايده وما رضيتش تسلم عليه؟ يعني عبد ربه النهارده لو جيت داخل عوض في ابوك هتمديله ايدك؟ من غير ما تجاوب انا عارف اللي جواك. انت بتاع مصلحتك يا علي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.